حللني أبي حللني موضوع فتن المسكونة دي، السلسلة اللي أتسبونها هيمشي فيها معانا مع كل آباء الكرازة. التعبير لذيذ بالذات بالإنجليش، يعني قلبوا الدنيا، turn the world upside down. قول لي حد تفتكره في الإنجيل قلب الدنيا، عمل انقلاب كده؟ بولس الرسول طبعا، بولس أكتر واحد ربك الدولة الرومانية كلها، فعمل قلبان، turn the world upside down، قلب الدنيا. ها دانيال يعتبر قلب الدنيا، لأنه طبعا الدنيا كلها وثنية، وفجأة يطلع قرار السجود لإله دانيال عكس كل الطيارات اللي كانت ماشية. ده انقلاب تاريخي يعني، ومش عسكري ومش سياسي ومش اقتصادي، انقلاب روحي في العالم. ها احنا بنعمل انقلابات بس ما حدش يفهمها غلط، اعمله معروف. ها تفضلي. اليوم الخمسين طبعا وعظة القديس بطرس كانت انقلاب، الناس دي جاية تعيد عيد يهودي يتعمدوا ويبقوا مسيحيين كذا ألف واحد، فده كان فعلا انقلاب مش طبيعي. زي الألفات دي كلها جاية تعيد عيد يهودي، عيد يوم الخمسين، وبعدين ينخسوا في قلوبهم وتوبوا وبعدين يتعمدوا وتبتدي الكنيسة بثلاث آلاف، حاجة مش عادية. ها امتى تحس الانجيل في موقف في شبه القلبان ده؟ طبعا رب المجد يسوع غير التاريخ كله، عمل القلبان كله، يعني قلب مملكة ابليس كلها. موسى النبي طبعا، موسى النبي خلي بالكم مصر اتقلبت على دي فعلا، ضربات العشر وخروج العبرانيين وهلاك الجيش في البحر، دي حاجة مش طبيعية طبعا، انقلابات. يوحنا المعمدان عمل قلبان فظيع في المنطقة، في ست شهور ألفات مؤلفة خرجت وشافوا تدين جديد أو تدين حقيقي عمرهم ما شافوه مع الفريسيين والكتبة، فده تغيير ضخم جدا. يوسف الصديق طبعا كان انقلاب تاريخي، إنه يتعامل مع المجاعة بحكمة إلهية ويعلم الناس تكلم رب السماء والأرض، خلي مصر تعرف إله العبرانيين من بدري كده، ده كان حاجة قلبان يعني. أستير طبعا لأنها غيرت المسار. طب سيبوني ألخص اللي انتوا قلتوه في كام فكرة كده عشان نبتدي اجتماع الصلاة، وتسيبونا هيمشي مع الأباء، مع أخواتنا كل أباء الكرازة وبعض الخدام، في سلسلة أن احنا هنمشي نكتشف كرازة في دم الكنيسة القبطية، في تاريخها، في أبائها، في رجالتها، في ستاتها، في عيالها، في شبابها، والحكاية مش سامبول يعني، الحكاية من ماري مرقص شغالة، لكن في فترات انتعاش، فترات كساد، وبالتالي نحس ان احنا بنكمل اللي ابتدوه اللي قبلنا يعني. انما برجع للآية اللي اختارها الآباء، لما لم يجدوهما جروا ياسون وأناس من الإخوة إلى حكام المدينة صارخين. ده معنى أنه أي تأثير روحي جديد بيبقى فيه صرخة من الشيطان، صرخة من ضد المسيح، وقفوا ده، ودي علامة نجاح على فكرة، لما نلاقي قوة الشر متغاظة قوي لها، دي علامة نجاح، رغم أنها بتوجع القلب قوي أن يتقفل لنا كنيسة أو مشروع كان ماشي تيجي الناس تلخبطه لنا، انما هي من منظور اخر هي ده معناه نجاح، لان بولس اضطر يسيب تسالونيكي على فكره، لكن ما سابهاش على طول، بعت لها رسائل، وتسالونيكي انتعشت وكورنثوس انتعشت، لكن ده دليل نجاح، فتنوا المسكونه ويوجد ملك اخر اسمه يسوع، يبقى واضح ان ده جوهر الكرازه، كرازة بالملكوت وبيسوع له كل المجد كملك، لأنه لك الملك والقوة والمجد، لأن في عرف الملوك أو في زمن الممالك كل واحد عنده كل الخضوع واللوياليتي للملك، فإحنا طبعا عندنا لوياليتي للملك المسيح. أول فكرة فكرت فيها على الذين فتنوا المسكونة، فكرتني برحاب لما
قالت لرجالة يشوع أخبركم قلبت كيان بالبلد زي كده، أخبركم وقعت قلبنا. كل كنعان في حوالي 37 مملكة مرعوبة من اللي سمعته عن موسى، يبقى فتنوا المسكون. الموقف ده قالت للرجلين اللي هما الجاسوسين بتوع يشوع، علمتوا أن الرب أعطاكم الأرض، رعبكم وقع علينا. هي ده الانقلاب الروحي. إزاي في تأثير يوصل أنه الناس دول بتوع ربنا بجد، ربنا معاهم بجد، وشغلهم لازم هيمشي، والموضوع مهما كان محدش يقدر يوقفه لأن دول مش لوحدهم، جميع سكان الأرض دابوا من أجلكم. دي بداية سفر يشوع. سفر يشوع أكتر سفر فيه انطلاق وسبريد للملكوت غريب جدا. سفر يشوع كل كنعان اتمسحت خلاص وبقت ايه؟ شعب الله، بعد ما كانت كلها وثنية. فأجمل صور امتداد الملكوت الخميرة اللي كان بيتكلم عنها وتسابونا تخمر العجين كله، سفر يشوع حصل فيه الامتداد ده كله بسبب الأخبار اللي سمعوها عن موسى. أول فكرة جت في بالي قلبوا التوقعات أو الحسابات. بمعنى إيه؟ وقت الثورة في مصر يا جماعة كل الحسابات والتوقعات كانت شيء، واللي حصل قدام عينينا كان شيء تاني. لدرجة أنا قابلت ناس أجانب في عز الأيام الصعبة، وكان صحفي أمريكاني، فلأني بتكلم بإيمان وثقة فاتغاظ اتنرفز مني ومرضاش يطلع الحوار على التلفزيون الأمريكاني يعني. لأنه قال لي أنتوا أكيد مجانين، ما تبص على سوريا، ما تبص على أي حتة، خلاص مصر ده دخل على خراب، مش محتاجة فهلوة يعني، يعني مش معقول تكون ما بتفهمش أو مش شايف يعني. قلت له عندنا إيمان. الحقيقة كان متغاظ بجد، يعني خفت يضربني يعني، لأن راجل كبير وعصبي، وظهر أنه طلع راجل مشهور في أمريكا. بس هو الحقيقة كده، التوقعات شيء وشغل ربنا شيء تاني، الحسابات شيء وربنا بيعمل حاجة تاني. قصة داود وجولياط، المنظر تخيل انك بتتفرج على مصارعة حرة او ملاكمة، ودخل واحد جولياط ودخل واحد داود، هتتوقع ايه؟ ده هيفعص، مش هياخد ثانية مش كده، فيطلع داود اللي كسبان. ايه ده بقى؟ ده انقلاب. لما تبص مثلا على موسى وفرعون، ايه حتة راعي الاغنام اللي جاي يتكلم ده مع فرعون مصر؟ فرعون مصر ده كان مرعب، ناس تخاف تقف قصاده. وبعدين في الاخر موسى اللي يكسب، دي حاجه قلبت الموازين. جدعون والمديانين لو تفتكروا، المديانين دول شعب زي النمل، وبعدين ربنا يستكتر ال 30,000 ينزلها ل 3,000 و 300 كمان، مش 3,000. ايه ده 300؟ يعملوا ايه في 100,000؟ مش معقول يعني، مش دعوه بقى، ما دايما تبقى اب سايد داون كده. فالتوقعات الطبيعية شيء، واللي شغل ربنا شيء. من أجمل الأمور اللي أكيد الآباء هيذكروها في الدراسة الفترة الجاية، موقف العالم من المسيحية. الإمبراطورية الرومانية كانت أقوى من اللي قبلها، أقوى من الفرس وأقوى من اليونان، من ناحية السيطرة، من ناحية الجيش، من ناحية الإدارة العسكرية الرومان أقوية جدا. عشان الإمبراطورية الرومانية تنهار والمسيحية تستمر، ده ما يجيش بالعقل خالص ولا بالحسابات. ده في أباطرة ما كانش وراهم شغلة غير نتخلص من المسيحيين. المسيحيين ما بيمسكوش سيوف، ما عندهمش سلاح، ما عندهمش جيش، ما عندهمش فلوس. فانت بتتكلم ده الإبادة سهلة جدا لو بالحسابات يعني، ده تدوس على زرار تخلص عليهم يعني. إنما لا، ما بيخلصوش. ليه؟ هي دي فكرة إنك تقلب التوقعات. اللي معانا أكتر من اللي علينا، واللي أنت شايفه يخوف الحياة يطلع أحلى حاجة، واللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه. هي دي فكرة upside down اللي مفروض نعيش بيها ككارزين. قلب الموازين كمان فهمتني أنه نظرية البقاء للأقوى، ودي حاجة مستقرة جدا في قلب البشر. الحياة النظرية دي في العلم وفي التاريخ، لكن في المسيحية لا. لأنه نوح ولا العالم؟ لا، نوح يكسب.
العالم كله يغرق ونوح يكسب. طب ده نوح ده راجل مجنون في نظر العالم، ده عيلة، عيلة وسط كم ألف عيلة في العالم ساعتها، هو اللي يكسب إزاي؟ إيه قوته يعني؟ البقاء لمين؟ لا البقاء لنوح مش للعالم، لأن في إيمان في الموضوع ده، ده أبسط دين. النجاح للأزكى ده اعتقاد عند كل الناس، أن الجماعة الناجحين قوي دول أزكى ناس، لهي الموضوع ملوش علاقة بالزكاة، الاستمرار في النجاح. واحد زي أبونا إبراهيم كل الناس بصت أنه مغفل، في لحظة بيسيب الشويس اللوط ويتنازل عن الأرض، ده شغل مغفلين ده، ده لو عندك أدنى بوادر الحسابات والزكاة ما تعملش كده. أنا أبونا إبراهيم يزداد غنى حتى بلغة الغنى ويبقى أقوى شخص في العالم، وهو متواضع جدا وبسيط، ولوط يطلع مفلس خالص من القصة اللي مشينا فيها. العظمة في السلطة، شوفوا كم ملكة حبت أنها تمجد نفسها، كليوباترا مثلا، حتشبسوت، الملكة حتى هيلانا، في ملكات في أوروبا وملكات في أفريقيا. مين وصل لكرامة أمنا العذراء في التاريخ؟ العالم كله بيبص للعذراء بشكل عجيب، إزاي مستمرة عبر العصور دي كلها بالكرامة دي؟ طب عملت العذراء؟ عمرها ما قعدت على كرسي نظيف يعني، ولا عمرها لبس التاج، بس دي ملكة وليها وقار وكرامة واعتبار يفوق أي ملكات في التاريخ. القوة اللي دايما ربطنها في الزمن ده بالعلم والفلسفة، أي واحد واخد دكتوراه منفوخ شويتين، أي واحد قرأ شوية كتب أجنبية معتبر نفسه يعني هيسيطر، ويطلع ماري مرقص البسيط ده يدخل ويعمل مدرسة اسكندرية، ومسافة 200 سنة تبقى مصر أغلبها بقى مسيح، بينما هو داخل اسكندرية حواليه وحوش في الفلسفة وفي الفكر اليهودي. كانوا معروفين يهود اسكندرية أقوية جدا في الدراسة، يهود اسكندرية بالذات كانوا قوة جبارة في الشعب اليهودي، يمكن تكاد تكون أقوى من اللي في فلسطين. ومع كده كل الجبهات دي قدام مريم مرقص وقعت. بعد شوي مريم مرقص وتلاميذه لقينا ناس كتيرة جدا أمنت بالمسيح، ومصر اتغيرت، اللي كانت أصعب بلد أنها تتغير من ناحية الحضارة والثقافة والعلم والكلام ده كانش سهل. إذن قلب المسكونة دي رحلة المسيحية في العالم، ربنا يسوع قلب الموازين وهيفضل يقلب الموازين من خلال ولاده. عشان كده نقول كمان بالإيمان قهر وممالك، يعني إن كانت الحسابات أو الموازين مختلفة، احنا بنتكلم عن حسابات تطلع كلها غلط بطريقة ربنا، وموازين أو مفاهيم تطلع كلها مش سليمة، يطلع العطاء أقوى من الأخذ بكتير مثلا. ده يفهمنا يعني إيه بالإيمان قهر وممالك. بعتبر ده أحد شعارات الكرازة، لأنه يمكن كان بولس بيكتب على أزمنة شعوب كاملة كانت ممالك قوية الإيمان غلبها، زي أقول لك مثلا موسى وقت عوج ملك باشان ومش عارف التاني بتاع يعني الملوك اللي عدوا على موسى أو يشوع بالإيمان قهروا ممالك. إحنا قدامنا ممالك للشر، في إلحاد صوته عالي قوي، في كالتس وفي بدع وفي حضارات غريبة، يعني أفكار صعبة قوي ومستقرة قوي في قلوب الناس. إحنا ممكن بالإيمان نشيل ده كله ونغلب ونقهر الممالك. يعني مردخاي وهمان أحد القصص اللي فيها انقلاب، همان خلاص مسيطر والمشروع خلاص اتظبط والقصة الانتقام كملت، وخلاص مستنين كم يوم لإبادة الشعب اليهودي، بعدين تتقلب الحكاية، يبقى همان اللي هيتصلب، مردخاي يطلع يبقى تاني راجل في العالم ويبشر بإله العبرانيين، ده أبسط داون. دانيال والثلاث فتية في زمانهم كل واحد منهم كان يدخل جولة يعمل انقلاب، ما يوصل دانيال لجب الأسود تبقى الحكاية أبسايد داون، لأن كل الأعداء الوثنيين دول يدخلوا للأسود ما يطلعوش، وإله دانيال يتمجد أو إله الثلاث فتية.
مثلا قصة زروبابل عزرا نحمية، العودة من السبي كلها معجزات مش طبيعية أبدا في زمن السبي، أن اليهود يتقووا لهذه الدرجة، يعمروا الهيكل، يبنوا السور، يرجعوا العبادة اليهودية في زمن السياسة كلها منهارة في كل العالم تحت حكم بابل وكورش وقبلهم أشور وبعدهم الرومان، محدش يقدر يتنفس في العالم. إنما لا، شعب الله في حتة تاني خالص ملوش دعوة. عشان كده وانتوا بتسمعوا عن السياسة والغزة الحل هو الصلاة يا جماعة، الحل هو الإيمان. مصر فعلا محروسة بنعمة ربنا، والحكاية بالورقة والقلم تخوف، لكن اركن الورقة والقلم وصلي تبقى مطمن، وكما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل، وربنا هو اللي حافظ ولاده. زي في زمن سنحريب ده ملك لا يقهر، ربشاق الرجل بتاعه مرعب، ناس بتترعب منه، لأن فيش مملكة وقفت قصاده وداخل يتخانق ويهيص ويعني يهين إله العبرانيين، وحزقية يقول للناس اسكتوا احنا نتشتم ونسكت، وأشعياء يقول له ايه ده بيعلي صوته على مين ده، طب سيبهولي بقى، ويكلم ربنا وتلاقي 180 ألف يطيروا على طول في ليلة وتتقلب الحكاية أبسايد داون. فكرتني بالشعار اللي حطه القديس يوحنا لما قال ما هي الغلبة التي تغلب العالم؟ إيماننا. يعني مفيش حاجة تغلب العالم، تقلب الموازين، تغير كل الحسابات، تعمل تغيير في شعوب كاملة إلا قوة الإيمان. الإيمان فعلا يغلب، يغلب أي حاجة بقى، حطه قدامه علم، حطه قدامه فلوس، جيوش، ممالك، سلطات، لا لا هيغلب. لازم يطلع أولاد ربنا غالبين. نفس المعنى لما بولس ختم السيمفونية الجميلة بتاعت روميا 8 وقال في شدة، في ضيق، في اضطهاد، في كله كله كله، يعني حاجات صعبة صعبة. أنا في الآخر في هذه جميعها الغريب ان احنا يعظم انتصاره، نطلع منتصرين، مع ان كل الكلمات اللي قبل كده كلمات سلبية لا تدعو للنصرة خالص، بس في كل ده الابسايد داون بيبان انك تطلع رافع راسك وكسبان رغم الضيقة والاضطهاد والجوع والعطش والعريول. نفس المعنى قاله في كورنثوس في عز مشاكله بولس لما قال شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين ويظهر بنا رائحة معرفته. يعني عز المشاكل وعز الضيقات على الكنيسة القبطية تلاقي ربنا مطلع ريحة الكنيسة الحلوة في العالم كله، تلاقي كرازة ماشية لوحدها بينما في اضطهاد صعب وفي ظروف قاسية وفي استشهاد وفي كل حاجة. آخر معنى أقوله upside down فكرتني بكلمة ربنا يسوع بنقل الجبال، لأنه عملية تنقل جبل دي حاجة مش طبيعية، دي حاجة حتى العلم ما بيحاولش يجرب فيها أساسا، يعني ممكن يفجر جبل عشان يفتح طريق لكن ينقل دي مش حاجة طبيعية، دي حتى اللغة ما تتفهمش. يعني move from here to there، أنت بتكلم جبل، بس دي طبيعة العلاقة مع ربنا، تنقل أي حاجة، تقلب أي حاجة، تغير أي حاجة، بس لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل تقولوا للجبل موف، انتقل فانتقل. معنى ده ذكر العهد القديم ممثلا في شخص كان أول واحد إيمانه قوي ينقل جبل السبي، زروبابل أول واحد خد يهود ورجعوا أورشليم يعمروا، وكان بالنسبة لهم إيه حتة اللفندي ده الوالي، ما كانش كاهن حتى، هيعمل ايه؟ دي خرابة، ده الموضوع كبير قوي. عشان كده زكريا النبي بعت له رسالة مشجعة جدا، قال له المسيح بيقول لك من أنت أيها الجبل العظيم؟ أمام زروبابل تصير سهلا. ليه نقل جبال؟ أن زروبابل نقل جبل. يعني إذا كان جبل السبي ده أو السياسة ساعتها جبل ضخم ومرعب، قال له تطلع ايه قدام زروبابل الحبيبي؟ هتبقى تتسوى بالارض على طول، تصير سهلا مهما كانت المشاكل، معوقات الافكار، ويطلع صوت تمجيد لربنا وسط الحزب.
أشعياء شاف المنظر، شاف إزاي الدنيا بتتقلب على إيد المسيح وكل اللي ماشيين وراء المسيح. فقال يكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال. حاجة غريبة أو أن جبل بيت ربنا يطلع لفوق كل الجبال توطيله، أو يبقى فوق الجبال يرتفع فوق التلال، كأن في موفمنت للجبل. كنيسة تعلى تعلى تبقى فوق العالم كله، والعالم كله يبقى تحتها، تجري إليه كل الأمم. دي شهوة قلبنا ككارزين. ده اللي شافه أشعياء قبل ما الرؤية تقول لنا في رؤية 11 صرخة الملائكة قد صارت ممالك العالم للرب ومسيحه، تجري إليه كل الأمم. تسير شعوب كثيرة يقولون هلما نصعد لجبل الرب إلى بيت إله يعقوب يعلمنا من طرقه ونسلك في سبله. وبعدين بصوا الانقلاب، يقضي بين الأمم ينصف لشعوب كثير يطبعون سيوفهم سككا. تخيلوا الاقتصاد العالمي لو وصل أن كل تجارة السلاح تحولت إلى مدارس ومستشفيات مثلا. ده انقلاب مش بعيد على ربنا، فيش حاجة مستحيلة. السيوف أداة الحرب تتحول، السكك اللي هي بتاعت الحصاد يا جماعة، بتاعت الحصادين، فبقى أدوات خير، أدوات سلام. الرماح تبقى مناجل، يعني ما عادش في حرب. فأشعياء شاف أنه ده مش مستحيل على ربنا، وأنه جبل بيت ربنا لما يثبت أو الكنيسة تثبت يعني ينزع الشر من العالم. نفس الإصحاح قال جزء مشجع قوي، قال إن لرب الجنود يوما على كل متعظم وعالم. يعني مهما كانت عظمة السياسة والسياسيين والقوى الاقتصادية وشغل الميديا المرعب ده اللي كله كذب وماشي في الدنيا، على كل مرتفع فيوضع، على كل أرز لبنان العالي، على كل بلوط باشان، على كل الجبال العالية وكل التلال المرتفع، على كل برج عال وكل صور منيع، وكل يخفض تشامخ الإنسان، توضع رفعة الناس، يسمو الرب وحده في ذلك اليوم وتزول الأوثان بتمامها. أشعياء كان شايف أنه هيجي الوقت أن الوثنية كلها تنحصر، وبعدين كل الناس دي تدخل في مغاير الصخور مرعوبة من مجد ربنا. إذن أحبائي، فكرة upside down فكرة مشجعة مريحة، أن احنا مش مستنين الدنيا تمشي بالعقل. لا، مش هتمشي بالعقل، لا، هي لازم تمشي بطريقة فوق العقل. ما تمشيش بالورقة ولا القلم، ما تمشيش بالمنطق ولا العلم، هي لازم في حاجة أكبر من كده هي اللي تغير. وده شغل ربنا، وده اللي عمله مع أنبيائنا ومع الرسل ومع القديسين ومع الشهداء ومع تاريخ الكنيسة، ويكملوا يعملوا معانا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.